السلام عليكم، عفوا فقرة اسفي جود، معكم مقدم خدابة إله كيمثل إقليم اليوسفية منطقة حمر. الحمد لله جد مسرورين بهذا الجمهور، بهذا الحضور ديال الجمهور كبير، وكنشكروا من هذا المنبر لهذ الجماهير اللي كاينة. يعني راه ما نعاودش كاع الفرحة ديالنا اللي كنعيشوا مع هذا الجمهور اللي كيخلينا نتمتعوا بالتوريدة بحب الخيل، هو اللي كيخلينا نرجعوا للخيل. كنشكركم كاملين. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا شكرا لقناه اسفي جود، شكرا للسي هشام على الاستضافه. لنا الشرف العظيم اننا حاضرين في هذا الفيستيفال المهرجان لولاد غانم في نسخته الثانيه اللي هو تحت اسم الخيل والخير. الحمد لله احنا سعداء مع السكينه في هذا الجو البهيج وفي هذه الاجواء المرحه. الحمد لله كما كتشوفوا تبوريدة كاين انصرابات في المستوى من جميع ربوع المملكه، كاين الحمد لله جميع انشطه، كاين انشطه ديال الالعاب بالنسبه للاطفال، والحمد لله احنا ناشطين مع الساكنه ديالنا وبصفتنا كجمعويين. الحمد لله احنا سعداء يعني في المنطقه ديالنا، وهذا المهرجان الحمد لله واحد يعني واحد المولات، واحد المناسبه اللي هي كينتظروها المواطنين بفارغ الصبر الحمد لله، هو في نفس الوقت يعني متنفس للساكنه، ولانه كيعطي واحد الاشعاع كبير للمنطقه ديالنا الحمد لله. التنظيم كما كتشوفوا تنظيم في المستوى. كل الشكر لجميع الفاعلين، القوات المساعده، الدرك الملكي، السلطه المحليه، كل الشكر للجامعه المحليه في شخص السيد الرئيس، كل الشكر لجميع الاعضاء والمنتخبين صراحه اللي واقفين وقفه رجل واحد. وحنا للشرف العظيم الحمد لله يعني مهرجان بالرغم انه هو يعني انه هو جديد المنطقه ديالنا، ولكن الحمد لله تنظيف المستوى.